هبين وناك سنة بنتين بكسول وهذا برنامج كنا دقيقة ظهر وركا بشوى اللي هي تبنك سبتمبر سنة خلبض وكل باتن يسدع ذا أفريقيا ضبرين صعد وزيد دي في ديمو أو جوا قضى بدر من هي وها كم ذا دق ماذا شلابو قبل كقرحي دولة ديجان كصومالي ذا هول قلا يلي بولس ككوذان دول كباديها إذا كاسوي ماذا وكتجن ضد شعبه أو حوليه أو جيل حريسنا هيا بيح سوقا لو أن بيدلل أسكري دلي أسكري كلا أو إسناد دل لغو حكومي محكمة دون وحي كو حكومتي دل توغ شاء أو أحقساس تيمهم ساعد علي عبدي شبال جبهة دقعن لباح كو جرتي أو هوبك كو وريجيسي أو ضيق نقامات يضا بقول إيا لبقف أو أرماء أو تهريبة يي أو سومال لان إيضا كيدا أي سوقبتين ديغان كقط قط أو أدو عمارة دقال باقلب تكرعي شباب يي إيضا كدولدة يا دقال ما يش دجان كأذن عها يا دقال ما يه إله هلا دقال كي شلي كدعي دقيم با كدم بيسي لبذا إن عنا قصار حلو لا يا سوجاري وعيدا كي إله هلا يدجان يا شباب كي صور ريبا حمزة عبد برية حسن شيخ عمان تقاتي كارك عصب أقانص لموادنك دبلة إسبارة لقتي أو بحثتي لنا سوقبتي جاري لقبتي الله شجع إني قرحي كهرناين deegaanka milxo oo dhawaan dabka uu halakeeyay 700 oo qof ayaa banaanka jiifa goorma kuugu dambeysay subax sidan loo akhriyo وهجاك أن كبلابة هولجل كبلاو ذي ديجانا ذي دقمة الشلابو قبل كقرحي أي اليو بوليسكو وهي إسكول لاين يان أوكاسي دبلي لشيء غي إني دوان إذا كليو بوليسك نور أسكري كدلين إذا جرسين تأيا مالها سكما قن وين أذكت هاي إني سيدا وحوجنا لأوجادو ليو بوليس دجال كاسي كلن تأيا أي دقمة الشلابو لا كاني هولجل كان شلي أيو بلاو ذي بقول الله أسكرت ليو بوليسك أيانا أوكاسي لوجود هذه howlgalkan waxa ka horeeyay kadib markii dabley la sheegay inay dhinaca Soomaaliya ka timid ay ciidamada liyu boolis laayeen odayaal dadka deegaankaas u hadlay ayaa sheegay in dhibaato loo geystay dad shacab ah oo baraagii deegaankii la isku hayay degan baa ciidankaas u yimid inuu ayaga qayb ka mid yahay iyo ciidan mishimaha soo maray inuu yahay ma kala cadeyn karo laakiin ciidankaas ay u yimaadeen waa ka tageen dad shacab ah oo xoolaley ah oo geel xareysan haya bay xasuuqeen laba nin bay dileen marka kadib geela waa laayeen geel xareysan hayna waa laayeen marka kadib way laabteen say u sii socdeen bay waxay galeen ciidankii xeradii ciidankay galeen een inay ciidanka ka tageen iyo inay dhaafeen ma kala cadeyn karo dadkii shacabka ahaa raadkiibu ka daba yaacay arintaasi khaladka in la saxay u baahnayd dawlad iyo shacab ba in la saxay u baahnayd in xogteeda la raadiyo u baahnayd kiiska cidii leh in la xaqiijiyo u baahnayd oo lagu qaado lagu sameeyo gaboodfal xasuuq باب بركة أن دتك هذا يوهر رئيسان واد ولا سوق وحال تورية حدودكي بل تورية هذه على كون أحمد جوري هذه على كون حدود بل تورية دتكي دمر لما دافين عرور لما دافين رجل لما دافين حول لما دافين جيل ولا كحيستي أرجي بابور بالورهرنا يا تورين كي ولا بلي لقيسان هيا وحال لا يعيد أن يجوا عرض مرة يا للي هاي لما أورن كر عيدا لما أورن كرو لما أورن كرو مسؤولين الدولة ديجان كما أيضا هالين كستو هري هجان كن بتقلية الدولة ديجان كو وش هاي إن رجل لا يعيد أن كليو بوليس كأي هاي الدبلي نك الصومالية كتمت وهجاك جبهة دي كجرتي بورتا قعن لباح دوانا هشيس لقا قاري أرن كوضا أيا هدى لغصة ورميا إنا يهوبكي كوريجين أوضيا شرقنكا هشيس كأيا وحو ديقايي إن رقا دور كاسي قلاي أن وحبال الله راعانين إياقا نهوبكينا أي وريجيان سيداسنا لغصة وقتمو قد يدي قدوتكي إنا ليرادا سي بورتا قشي وهقاك
بقول يلا وقف أول شيء إنه أرميهن كان دوفين حيبها سومالي لان أي الله صوقبتي بربرا لكيني مسؤولين تسومالي لان أي أرن كان كهاللي إذن كبليس كي قبل كي يمامر كي يدقم هذا مان يسعد على كبوح مو هول قال لي سيدي أنا وجه جوتشين لهذا إنه إنه قبل كي يقول نقول نحرة تهريبي وضد كلا تهريبيو وأنا كدي جينا إنه إنه قدم بيسكود دين إنه يسكود صوت ده حركة إنه كواش طلابة شرعي أنا ونقطة قاضينا ترى أنا صاق بناي دتك تهريب يا شيء وحوية وبقول يلا وقف لحية لبعضن دمرة هي لحية تضواتن رجع سويتشرة وضد مساكينا وضد يعرو لبعضيسن سيدي مخلصين تبعتي مو مخلصين إسكوح لنا دتك دكتن تهريبني يا بعدين ما كانوا كسمينا قرالنا أنا كسمينا وجاني وحن وجاني إني لقى بلابو تشيا إلا إيه ماشاء الله إذا حادوا ولقوا الرياضات كمركو خوره مخلصين تو أي شغل ماشاء الله إذا حادوا إيه قوة شغل وشال إيه قوة برعة شغل أيشكو حريين تديتان ضد كل سوق قد بيو الله مريح حد كأنت هالعقبة لقوا شوية واحد هاي نايا وكل أنكودة دي لقوا شوية العقبة لقوا صار شوية مخلصين تو وأنا كقرني وأنا كمان كقرني تليفونا دي لقوا صار العقبة لقوا شوية dad ka marka waxa la doonaya inta la silciyo silciyo ayaa marka damar meel cid la lagu daadinaya ciidamada bileyska iyo ciidamada socdaalka ee xadka la leh Itoobiya marka laga bilaabo wajale waxaan u sheegaynaa inay dadkan talaabo ka anagoo ugu dambeeyna xeebti ugu xinay inay soo gaaraan bamaahayn waa in cid waliba ay talaabo ka qaado waxa la qabto waayo waa wax nidaam xuma ah ودل كان وسو جيدي يا سامح ما يفر حمو كان اودو دقمدا عمارة او عيدن كدولدة ايو كوة ديغان كوا اي هل كان سيكوسي سقيين دقال كان وحو اودح ايا دقال ما ياشا الشباب عيدن كصومالي دا ايو كوة ديغان كا لما او الا ايها دا قصارا كتا شي دقال كاسي dagaal ka maanta dhacay waxa ka sii horeeyay kii shalay ka dhacay ee la helay oo aha mid aad u culus labada dhinacna qasaare xoog leh uu soo gaaray duqeyn baa kadib dhacday oo la sheegay in al shabaab lala beegsaday maalmahanba gobolka mudug iyo qaybo galgaduud ka mid ah dagaal xoog leh ayaa ka socday dagaaladan qaarna shabaabka qaadayay kuwa kalena iyaga lagu qaadayay howlgalkan wuxuu qayb ka yahay gulufkan labada biyood ka socday galmudug وهجاك أسكري هوري أدلي أسكري كلا أي اسمه حكم دل الله حكمي بعد ذا وحي كذا عذي دق ماذا حرق محكمة سيدنا الله قاضي حكم كان سيدنا أي الله ردي محكمة ذا وحاء عدعتي إن كو سيدح لحوجة صدن إيه صدن إيه سيداتكم سيدات بغل شريف أبشر عبد الرحمن شريف جني لبا إيا لبا تنجر أه إنا فادوما محمد خليف كودا شاي غال كايو كاترسن عيدان كحوغ دالك سوماليا و يهيد دنبيلة غالي تنبيجي لغو سو أوغي محكمة دونا وحيوكو حكومتي دل توغا شاء أو أه قساستي مرحوم ساعد علي عبدي شابيل سيدو أكالي لبالي حوغ دالك سوماليا أفرتنكن سجال بغل أفرتن إيه كو مرسل محمد عبدي عنجاح سدح إيه اللباتن جرأة إنا مؤمنو حورشو كودا شاي بولا بردي كاترسن إيدان كحوغة دالك سوماليات أو يهي دنبيلة غالة دنبيجي لغو سو أوغي أو أه قلقل جلين أمني محكمة دونا وحي كوحا كنتي خلصنا أو حبس إيدان وهجاك ما أنت واحد الله ده فوري كارك أقانصي ومواطن كصومالي كارك وجوه ري واحد قاتي حمزة عبد البر رئيس الوزراء الصومالي حسن الشيخ محمود مدعوين حسن الشيخ محمود أي كهالي مهمة ده كارك عصب أي أوليهين دول اللي ما له صوماليا ما أنت واحد شرف ويني إن أنا كهضله أرنت كوسابسان أقانصي عصب لو سمي وما ده صومالي مواطنين تصوماليات الجمهورية ده كنور يكون دي بده كل نوع المواطنين تنتبه إن أيشان أقانص عصب كارك أقانص جام ورقد أقانص جا عصب
oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leedahay muwaadiniinteeda oo dhan ay ku register gareysan yihiin mudan aalmada waxaan idinku salaamayaa salaantaas kadib maanta waxay inoo tahay maalintaas weyn muwaadin kasta Soomaaliyeed wuxuu yeelanayaa warqad aqoonsi ah lambar aqoonsi ah oo loo yaqaano oo maalinta uu kaarka qaata aqoonsiga yaraa maalinta uu ka dhimanayo mucaamilkiisa adduunyada oo dhamma ay ku dhisnaan doonto aqoonsi la'aantu dhib badan ayay nagu haysay maanta Soomaaliya waxyaabaha duruufaha noogu adag ee noogu dhibka badan waa duruufaha amniga duruufaha amniga oo dembiyada argagixisada iyo khawaarijtu ay ku galaan dalka haddaan mathaal u soo qaadno baabuuraa la qarxiyey baabuurkii la qarxiyey iska lahay tixraaciisa ma naqaano nin khawaarij oo argagixisaa ayaa lacag dirtay qofkii lacagta dirtay helideedu waa dhib badan tahay waad ogtihiin bangiyadeenna xaaladaheenna dhinaciisa waxa ka haysto dhammaanna waxay u haystaan waxay tahay arrimo amniga la xiriira oo ama dalalkii dibadda ahay keenayo amnigooda loo baqayo sidaas daraaddeed arrinta haysashada warqad aqoonsi oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay waxay amniga ayay waxay u tahay udub dhexaad sugidda amniga وهجاك نمن دوان إسبارات إختي أيا قبل كهيران كبحثتي دول ديجان كي قالين هذا والله صاقبتي إياجو إن لها كهيران أيانا الله صوبن دقي مسؤولين تأمنجا أيا كهالي رجن إياك نبكي أيه هري أوجستين حلينا هاي ولا لها أوجاري الله هو اللي بيرهي وحن كلو عدين إن إن دتك كو إيدي سنا العدس أفرت الروح هاي جعنت أمنجا يكشرين لامها أمنجا جعنتو ذي يكشرين أفر إلى واتن سعب جده اللوغو صوغبتي لغا صوغبتي حدودك دولة ديلغة همك صوماليات وحان كلاو عدين إن دن بيلك ست أو اسكو داي إنو عربا إنو سبح سنين إن شاء الله وحان لأن هلا قفا قادو فلالك النوع وكلا برعتك لعا يدلك وحان ربنا إنام أشنو غلاليه لبكو قاري مر هدي دتكي لبكاس جيست جعنت أمني للسوق اللي جي أنا فارستان كفارستان ولا لما أنا كفارستان أنا عدالة هلا يعني أنا كفارستان وحي إلهي قدر دعي لكن وحي أنك قبكرنا وحي جهري أنك قبنا وحن بالله قاضينا إلهي إذا كيس إن شرع قال له رجيو عدالة دل وافتشيو حق أي جلين وهجاك مقالة مقدشو جاري قرح كحرنا أيال الصوق قبتي واحد يبقى مؤوس جي سنين سيد الله صوق قبتي جاري أنسى معوقها وإلى جيران مامور كديجان كداري سلام وحق عن تقصو ديجان جاري نوع يسوي هاي تويوتا جاري أنا دركتان قداش يدي يلا جاري نوع يسوي هاي تويوتا لان كروزل نوع الصومالة أتوقع إنه ليلى علاوي كاس كسر رين والحاق رح حاسي ودي باتيان لنظم على سنين دعور استعمالان كرودي باتيان شعب صوماليات المسلمين أو حبك جلبسون ilaahay mahadii ciidamada amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta khawaarij iyo cadawga umada Soomaaliyeed ma bay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sidaad aragtaan leh laba taargo oo ka mid ah dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka taas oo ah dhagar ay khawaarijtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxaa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20 yaal ah way ku jiraan baaruudda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaan TNT-da iyo sidoo kale dhagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amniga gacanta ku hayaan haddana waxa ku socota baaris la xariirta dhacdadaas iyo sida wax u dhaceen sida cadaaladda u maraan isaga iyo intii kale to ay falkaan guracan ku lug lahayd wahgaag daqiiqadii wararka baahintay ni fiidnimaa ayaan wali bartanka kaga jirnaa deegaanka milxo oo gobolka sanaa ka tirsan dab baa dhan halakeeyay qasaare xoog leh ayuu keenay 700 oo qoys ayaa hadda barakacay oo banaanada cidlo u jiifa magaalada milxo oo ka tirsan degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaa ka dhacay arrin masiibo ah masiibadaasina waxa ay magaalada waxaa ka kacay dab dabkaasina wuxuu gubay dhammaan dhismayaasha meesha ka jiray waxaana ku barakacay dad badan qoysas gaaraya 700 oo qoys ayaa halkaa ku barakacay
كنت مصيبة داس مركا أوريسا ويحي حانت كبر بري دادك وحكو قارين با وكتا عسينا إلهينا وحكو برينا إن بدا خير خبا أسيو هالكاس دادك وحكو سو قارين وتدوب بقول وقويس قاريا ما أنت وحي تميهين عما تشوغان ميل بنان أو عيسكو هايسن هوي عيسكو هايسن سيدا درادد ما أنت هالكان وحان أسوكو نبيد قدي وزاردا وزيردا وزيرو يحل دبانكا كوبان وحانا iska warbixin iska dhageysanay ama ku kala warqaadanay meesha xaaladda ka jirta ee sidii looga jawaabi lahaa dawladdu waxay ku mashquulsan tahay sidii gargaar degdeg ah u gaarsiin lahayd oo meesha lagu gurmin lahaa wehgaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan oo aan raba caawa inaad ila daawataan subaca quraanka iyo sida uu isugu dhacayo أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام للعالم زود ربك كثيرا وسبح بالعشي والإفاء وقالت المرأة عائقة يا مريم إن الله قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ولم يمسسني بشر وانا كذلك الله يعلم عندما يقول لك ويبقى يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون دائرا بإذن الله لما بين يدي من التوراة ولروح لكم هذا الذي حرم عليكم أجدكم بآية من ربكم فاتقوا الله وهجاك دقيقة ذي ورك باهين تيني هبين ما انت سهين وشوكتو عبد فتاح عبد الله صوصاري محمد الف سوول فرسمي انا اقول عبد الرساق عطوش بانهاي تاني اقول ان كينا كنحيقا نبت قليو فايدوين كادي جاي بس send money درست العقها withdraw money فبحد العقها اير تايم توب اب وشوبشاد هرمونيكا كو هادلكا اي بي اس باي عقب حنت امتو كاميسيكا لون سان سيفنس اما هاد يكيتكا اي بي اس جلوبال حولادها اي بي اس ماستر كار فيجوال ماستر كار بانكن سيرفيس اديجيدا بانجيجا اي بي اس غوركستا يغوبكستا